أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أرحب بكم في حلقة اليوم الأحد من جولة الصحافة، والتي نستعرض فيها معكم أبرز ما كتبته بعض الصحف المغاربية والعربية الدولية وكذلك عناوين بعض الصحف الغربية. والبداية من الصحف الصادرة في الجزائر وصحيفة أخبار الوطن: الرقية انفلات ولا رقيب، فضيحة خنشلة تثير موجة استنكار واسعة، الرقية الجماعية أضحت تجارة بالأزمات النفسية وتشويه لصورة الإسلام، كما أن الرقية لها ضوابط محددة والمؤهل لأدائها يجب أن يتحلى بالاستقامة وفق ما يقول العديد من المختصين. سياسيا، الأحزاب تستفيق من سباتها وتستعد للرئاسيات، بعضها دخل في تكتلات وأخرى تنتظر الفصل في مرشحها، فقد استفاقت الأحزاب السياسية من سباتها أخيرا موازاة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 من شهر سبتمبر المقبل، وأعلن بعضها عن نيتها المشاركة فيها بتقديم مرشحها، في حين عمدت أخرى إلى الانخراط في تكتل سياسي بتقديم مرشح توافقي. في ذات الصحيفة عربيا: 37 شهيدا إثر 4 مجازر في غزة خلال ساعات، الاحتلال يقصف مدينة رفح. وإلى صحيفة أخبار اليوم: مراكز لحماية الطفولة والأمومة في كل الولايات، هذا ما أعلنه سيحي قريبا عن استخدامها. عربيا: فلسطين أيام عصيبة، إسرائيل تقتل 14,000 طفل في غزة، وسفير فلسطين يثمن دور الجزائر في مجلس الأمن. محليا: لرفع وتيرة إنجازها في مختلف القطاعات، وللعاصمة يأمر بتطهير مدونة المشاريع ورفع العراقيل. وفي ذات الصحيفة: خلال موسم الاصطياف القادم أولوية تسيير الشواطئ ستمنح للمهنيين فقط. إلى صحيفة الخبر: مغرب عربي جديد، بالبنط العريض تبون وسعيد والمنفي في قمة تشاورية في تونس، بحيث أعلنت الرئاسة التونسية عن لقاء في 22 من هذا الشهر في تونس، يشارك فيه كل من قيس سعيد الرئيس التونسي وكذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي المنفي في إطار تكتل مغاربي جديد. اقتصاديا: المدير التنفيذي لمجمع ستيلانتيس بمنطقة مينا سمير شرفان يصرح للخبر: سننتج ماركات أخرى ونستورد ألفا روميو في إطار صناعة السيارات، والجزائر ثالث أهم اقتصادي أفريقي. ولمواجهة كراهية الإسلام أمام المحاكم: ميلاد تحالف المساجد والهيئات الإسلامية في أوروبا. إلى صحيفة الديوان: الجزائر تتطلع لتشييد 6 محطات تحلية بالطاقة الشمسية في 2025. وانطلاقا من سواحل وهران: الإيقاع ب77 شخصا كانوا يخططون للحرقة. وأسعار الموز ستعرف تراجعا خلال منتصف شهر ماي المقبل، 130 حاوية في طريقها إلى الجزائر. واستيراد أغنام رومانيا لن يؤثر على أسعار الأضاحي وفق فيدرالية الموالين. سياسيا: تجمعات شعبية وظهور تحالفات بين تشكيلات سياسية، الرئاسيات تستنفر الأحزاب. وكذلك في نفس الصحيفة: نجوم الجزائر يبدعون في أقوى دوريات العالم رياضيا. ختاما في الصحف الجزائرية من صحيفة المشوار السياسي: الإطاحة بشبكة وطنية للنصب والاحتيال كانت توقع بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزيارات فجائية لمتابعة مشاريع سكنات عدل، تسريع وتيرة الأشغال لتوزيعها قريبا، الشركات المنجزة مطالبة باستدراك التأخرات في أشغال الطرق والشبكات. الحجاج الجزائريون يواصلون حجز تذاكرهم نحو البقاع المقدسة، العملية تتم إلكترونيا، وهذه هي أسعار التذاكر خلال موسم الصيف. عربيا: بعد 6 أشهر ونصف من العدوان، الكارثة الإنسانية تتعمق في قطاع غزة. نواصل مشاهدينا الأفاضل أبرز عناوين باقي الصحف في البلدان المغاربية ومن المغرب وصحيفة الأسبوع: جبل تروبيك نقطة الخلاف المسكوت عنه بين المغرب وإسبانيا، ووصفة تنظيمية لتفادي الانشقاق في حزب الاستقلال المقبل على المؤتمر الوطني لانتخاب أمين عام جديد وسط خلافات حادة.
وفي زمن التخليق السياسي رئيس تحت الطلب. تطرح الطريقة التي فاز بها الطالب العالمي برئاسة مجلس النواب المغربي مؤخرا عدة تساؤلات أخلاقية في زمن الحديث عن الأخلاقيات والتخليق السياسي الذي نادت به أعلى السلطة في البلاد، فقد فاز ب 234 صوتا من أصل 324 صوتا معبر عنها، ليطرح السؤال عن 37 صوتا ملغيا، فضلا عن سؤال أكبر يتعلق بالنتيجة التي حصل عليها المرشح المنافس عبد الله بوانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية الذي حصل على 23 صوتا، علما أن عدد نواب العدالة والتنمية لا يتعدى 13 برلمانيا، فمن أين جاء بزيادة قدرها 10 نواب تؤهله لقيادة فريق برلماني بدل مجموعة؟ ومن هم هؤلاء العشرة الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية؟ هل هم من أغلبية الرئيس الطالب العالمي التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز آخنوش، أم هم أصوات محسوبة على المعارضة؟ وفي كلتا الحالتين يظل سؤال الأخلاق السياسية مطروحا في المغرب حتى إشعار آخر. وإلى صحيفة الأيام، حرمة الله يكشف عجائب التكوين الرياضي في المغرب في حوار جري حول الإدارة التقنية الوطنية. وتقرير عالمي صادم، المغاربة يرمون 4.2 مليون طن من الغذاء في القمامة. وشبح سنة بيضاء يهدد كليات الطب والوطن الخاسر الأكبر بعد إغلاق أبواب الحوار. ومزحة ملتمس الرقابة وواقع المعارضة المتشرذمة في المغرب. دوليا، طهران ترد عسكريا لأول مرة منذ نصف قرن. إيران وإسرائيل معالم الحرب التي ترتعد لها فرائس العالم. في مقال لصاحب كتاب المعاملات السرية بين إيران وإسرائيل يقول: نتنياهو مستعد لمحاربة إيران حتى مقتل آخر جندي أمريكي. وتفسير المبهم في القصف الإيراني غير المسبوق لإسرائيل. إلى تونس وصحيفة الشروق، قريبا مذكرات سياسي في جريدة الشروق من جديد. شخصية شاهدة على مراحل العمل الدبلوماسي، المنجي سليم والطيب سليم والرشيد إدريس من بنات الدبلوماسية التونسية. وغدا قمة مغاربية ثلاثية في تونس بهدف تأسيس تكتل مغاربي جديد. رياضيا، الترجي يصنع الفرحة، فاز على سان داونز ووضع قدما في الفينال أي النهائي. نبقى في تونس وصحيفة الصريح، وزيرة التربية تمنح مهلة أخيرة قبل تطبيق القانون. فقد أكدت وزيرة التربية المعينة حديثا سلوى العباسي أن الدروس المتوقفة منذ الخميس الفارط بالمدرسة الإعدادية رياض النصر بولاية أريانا ستستأنف تدريجيا بداية من يوم غد الاثنين بعد تجاوز الأزمة. وكانت الأزمة قد اندلعت في المؤسسة التربوية على خلفية إقالة مديرة المدرسة، وقد رفض التلاميذ الالتحاق بأقسامهم مطالبين بالتراجع عن قرار الإقالة. ونفت الوزيرة أن تكون وزيرة تصفية حسابات معتبرة أنها في حال كانت كذلك فهي تنخرط في مسار الدولة. إلى ليبيا وصحيفة المرصد، الانفجار الشعبي والعودة لحمل السلاح من السيناريوهات المطروحة في ليبيا. وفق ما قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، وعلى المجتمع الدولي دعم خيار الشارع الليبي الراغب في الإجراء الانتخابات. هذا ما قاله عضو مجلس النواب جبريل وحيدة. ونسبة كبيرة من الشعب الليبي فقدت الثقة في إجراء الانتخابات وفق السياسي الليبي أشرف عبد الفتاح. وفي ذات السياق، الظروف التي تمر بها ليبيا تملي على الجميع بضرورة إنجاح ملف المصالحة الوطنية. وإلى جريدة الوسط، مجموعة السبع تدعو لتعيين مبعوث جديد في ليبيا وتطالب بحوار يقود للانتخابات. فقد قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الجمود السياسي في ليبيا يجعلها عرضة للخطر الشديد، داعين الأطراف السياسية الفاعلة إلى الدخول في حوار هادف لكسر الجمود والتحرك نحو خريطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دون تأخير، داعين إلى تعيين مبعوث أمم جديد إلى ليبيا. وأضاف الوزراء في بيان نشرته السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها بمنصة إكس: سنواصل مساعدة ليبيا على وضع حد للصراع الضروس الذي طال أمده والذي تغذيه أيضا القوات الأجنبية والمقاتلون والمرتزقة من أجل بناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
إلى موريتانيا وإلى جريدة الصدى. حزب جبهة التغيير الذي هو تحت التأسيس يعلن ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للرئاسيات الموريتانية 2024. فقد أعلن حزب جبهة التغيير تحت التأسيس أمس السبت ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للرئاسيات المقررة يوم 29 يونيو المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الحزب مساء أمس بنواكشوط. كما أن الناشط السياسي نور الدين ولد محمد يعلن ترشحه أيضا للانتخابات الرئاسية المقبلة. والخارجية الموريتانية تستدعي سفير مالي وتبلغه احتجاج نواكشوط، وتنتظر من باماكو تفسيرا للأحداث المؤلمة التي يتعرض لها المواطنون في مالي. كما سافر على وجه السرعة وزير الدفاع الموريتاني إلى مالي لدراسة هذا الموضوع. إلى صحيفة أنباء إنفو، حكومة موريتانيا تستدعي سفير دولة مالي للاحتجاج وترسل وزير الدفاع إلى باماكو. فقد استدعت حكومة موريتانيا ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير المالي المعتمد في نواكشوط، وأبلغته احتجاجها الشديد على ما قالت إن المواطنين الموريتانيين يتعرضون له من انتهاك واعتداء خطير فوق التراب المالي. وموريتانيا استدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية هذا العام. من الصحف المغاربية إلى بعض الصحف العربية الدولية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط. انفجار معسكر بابل يصعد التوتر إقليميا، إيران تشبه الضربة الإسرائيلية بلعب أطفال وتستبعد الرد عليها. في السودان مخاوف أممية من أبعاد أسطورية للحرب التي تدخل عامها الثاني. وفي الحدود اللبنانية السورية في عهدة عصابات وعشائر. وكذلك عناوين أخرى في ذات الصحيفة، وفاة الرجل الذي أحرق نفسه أمام محكمة ترامب. ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يصرح لصحيفة الشرق الأوسط، قال إنها لم تظهر قوة إسرائيل. بولتون للشرق الأوسط: ضربة أصفهان كانت خطأ. وكذلك مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا ب61 مليار دولار. ومخاوف من تقسيم غزة، وإسرائيل تفتك بمخيم في الضفة. عباس رئيس السلطة يلوح بإعادة النظر في العلاقات مع واشنطن. إلى صحيفة العرب، تصريحات فاترة فلسطينيا وغير مشجعة إسرائيليا بعد لقاء أردوغان بهنية. أقصى ما تقدمه تركيا استضافة مؤقتة لقادة حماس قبل الانتقال إلى إيران. فرص ضعيفة أمام تركيا للعب دور الوسيط، لاعتبارات منها أنه لا يمكن لوسيط أن يبدأ مهمته بتشبيه الإسرائيليين بهتلر. وهل ضربت إسرائيل أهدافا إيرانية بصواريخ غير متفجرة؟ استخدام صواريخ بلو سبارو يفيد بأن إسرائيل قررت إبلاغ طهران بأنها قادرة على ضرب العمق الإيراني. والقهوة العربية عمرها أكثر من نصف مليون سنة. نباتات البن البري نشأت في إثيوبيا، ولكن من المعتقد أن تحميصها وتغليتها حدث لأول مرة في اليمن قبل 1400 سنة. إلى صحيفة القدس، مخيم نور شمس يتعرض لحرب تحاكي غزة، إثر اجتياحات واعتقالات وترويع وقتل بلا حساب، حداد وإضراب ودعوات للتصدي. وجوزيف بوريل يدين ويدعو لمحاسبة الجنات، بينما الكونغرس يقر 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان. والمعارك تتسع والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف، عشرات الشهداء والجرحى. واشنطن تفرض عقوبات على كتيبة إسرائيلية. وتظاهرات حول العالم رفضا للحرب. وكذلك محليا أو إقليميا، مظاهرات تطالب بالإطاحة بنتنياهو وصفقة تبادل بمشاركة رئيس الأركان. من الصحف العربية الدولية إلى بعض الصحف الغربية، والبداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. هل يكفي جبل من الأدلة لإدانة ترامب؟ سيشهد يوم الاثنين بيانات افتتاحية في قضية ولاية نيويورك ضد دونالد ترامب. الإدانة بعيدة عن أن تكون مضمونة. وتحدي محاكمة ترامب تجريده من السيطرة. لقد ابتلعت رتابة قاعة المحكمة دونالد ترامب، أو محاكمة دونالد ترامب، الذي سعى لعقود من الزمن إلى إظهار الشعور بالقوة.
ومحليا دائما في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف حصل مايك جونسون على نعم بشأن المساعدات لأوكرانيا؟ فما الذي حول رئيس مجلس النواب الجمهوري الذي كان ذات يوم يعارض إلى حد كبير تقديم المساعدات إلى أوكرانيا إلى الشخصية الحاسمة التي تدفع هذه المساعدات إلى الكونغرس؟ وضرورة الشراكة الثنائية في ذات السياق، يجد اليمين المتطرف الأمريكي نفسه مهمشا في مجلس النواب، حيث يعتمد رئيس مجلس النواب مايك جونسون على الديمقراطيين في الوقت الحالي. وإلى صحيفة الموندو الإسبانية التي اهتمت بالشأن الانتخابي المحلي في الباسك. انتخابات إقليم الباسك 2024، أوتيغي يتوقع يوما عظيما للمستقلين اليساريين. فقد بدأت الانتخابات في إقليم الباسك صباح اليوم مع فتح مراكز الاقتراع في 9 صباحا، وصوت المرشحون وسط تصفيق مناصريهم ودعوات للمشاركة. هذا الأحد ينتخب أوسكادي 75 برلمانيا بمعدل 25 لكل دائرة انتخابية بغض النظر عن عدد سكان كل منها، وهو النظام الذي يمكن أن يكون حاسما في الانتخابات. الباسك هو النظام الانتخابي المستقل الوحيد الذي لا يؤخذ فيه السكان بعين الاعتبار لتوزيع المقاعد بشكل متناسب، وهو استثناء يرجع لأسباب تاريخية وسياسية أيضا. إلى صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية، فشل داونينغ ستريت في دعم رئيس شرطة العاصمة الذي قال إن رئيس الحكومة ريشي سوناك مرعوب من تهديد الشرطة باعتقال رجل يهودي في مسيرة مؤيدة لفلسطين. مستقبل السير مارك رولي معلق في الميزان بعد أن أشار الضابط إلى أن وظيفته ستعتمد على تفسيره للحادث في محادثاته مع جيمس كليفرلي وزير الداخلية. وقال مصدر حكومي إن ريشي سوناك يتوقع من رئيس شرطة العاصمة أن يشرح ما حدث بعد مشاركة مقطع فيديو للحادث على الأنترنت، وأن يوضح كيف يخطط لجعل اليهود في لندن يشعرون بأمان أكبر. كما رفضت كلير كوتينيو أحد أقرب حلفاء رئيس الوزراء بشكل واضح القول بأن السير مارك يجب أن يبقى في منصبه. نصل الآن مشاهدين الأفاضل إلى فقرة التغريدات لهذا اليوم من حصة الصحافة، والبداية مما كتبه المستشار الألماني أولاف شولتز. يشكل القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي بدعم أوكرانيا إشارة قوية في هذا الوقت. إننا نقف معا إلى جانب الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل بلدهم الحر والديمقراطي والمستقل. وإلى تغريدة وزارة الخارجية التركية، إن السلطات الإسرائيلية هي التي يجب أن تخجل، فهي التي قتلت ما يقرب من 35,000 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء. إن أولوية تركيا هي إنهاء المذبحة في غزة وإحلال السلام الدائم في منطقتنا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه والتعبير عن حقيقة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وفق ما جاء في تغريدة وزارة الخارجية التركية. ومنها إلى ما كتبه جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي، مرة أخرى يتيح لنا قانون الهجرة أن نطرد إلى بلده الأصلي في أقل من 24 ساعة إماما من تولوز، ويقصد الإمام الجزائري. هو داعية كراهية وأدانة المحاكم، حماية فرنسا والفرنسيين هي أولويتي. شكرا لمصالح وزارة الداخلية على استجابتها للتعليمات الصارمة المطلوبة، ولا سيما بفضل الوسائل الجديدة لقانون الهجرة. في ذات السياق رد جون إغليسيس وهو محامي فرنسي يدافع عن الإمام قائلا: لم تكن هناك حالة طوارئ، فهو موجود على الأرض الفرنسية منذ 40 عاما، ويقصد الإمام، ولديه أطفال ويعمل ولم يتم الحديث عنه منذ 7 سنوات، وهناك يجد نفسه على متن طائرة متجهة إلى الجزائر، ومن المقرر عقد جلسة استماع للنظر في طلب الحصول على إعانة مؤقتة من محامي الإمام ضد أمر الطرد هذا الاثنين في المحكمة الإدارية في باريس، لكن لم يتم الأمر. وإلى ما قاله عبد اللطيف المكي عضو جبهة الخلاص الوطني التونسية، إن انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحدد ب14 شهرا في القانون التونسي يشير إلى ضرورة إصدار دائرة الاتهام قرارا إما بمحاكمة المعارضين الموقوفين أو إطلاق سراحهم، إلا أن قرارها تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 2 ماي 2024 يشير إلى عدم احترام القانون والإجراءات والرأي العام. بهذه التغريدات أعزائي المشاهدين نكون قد أسدلنا الستار على حصة اليوم من الصحافة. أترككم مع هذه الرسومات التعبيرية. إلى اللقاء.